إنه شوفوني أنا أدافع، هل هذه صحية أم لهم مصالح إنه خلوني على الكرسي يشوفوني، ولا هم مصلحة بلد ولا هم وين يوجه هذا الشباب وبعض العقول اللي صغيرة قاعد تاخذ هذه النعرات. لا بالعكس، أنا أشوف يعني أنت كونك أنك دافع عن طائفتك هذا شيء إحنا ما نتدخل فيه، بس إن أنت لازم تحط في بالك أول شيء الوحدة الوطنية، إن أنت تمثل الوطن، كونك أنت شيعي سني بدوي حضري أيا كان لازم أنت تمثل الوحدة الوطنية وتدافع عن مصلحة الوطن. يعني كوني أنا مستقل أقدر أنا أتفق معك كمعارض أو محسوب على الحكومة في شيء في مصلحة الوطن، غير هذا ما أتفق عليك. يعني لازم أنت تكون مركز على مصلحة الوطن. بس شنو هدفهم بالوقت الحالي بالأخص إنه يدغدغون مشاعر المواطن، شوي سني شوي شيعي شوي بدوي شوي حضري، ليش بالوقت هذا يعني قاعد يحاولون يسوون فتنة في البلد؟ المواطن مو واعي يعني إن في فتنة قاعد؟ بالعكس، أتمنى المواطن في منهم واعين، بس في البعض منهم القليل مو واعي، فإحنا أتمنى ما تكون في فتنة بالكويت. إحنا على مر الزمان شيعي وسني ومسيحي وبدوي وحضري كنا نسيج يكون مجتمع، ما زلنا إن شاء الله، ما زلنا إن شاء الله، وأتمنى هالشيء إنه يعني بعد يكون بعيد عن الكويت إن شاء الله. بس ما تلاحظ أن التواصل الاجتماعي تويتر معنا أصح والفيسبوك، هذا التطور التكنولوجيا ساعد هذه لضعفاء النفوس ينشرون هذه الفتنة؟ بالعكس، هو تويتر موجود يعني منذ القدم، بس الموجود تويتر أن أنت إحنا بعصر السرعة والتكنولوجيا، فالواحد محتاج أن يقرأ معلومة سريعة. بس اللي صار لما الكويتيين دشوا التويتر صارنا مسألة شخصانية، قام يضربون الناس بعرضهم، قام يسبون هالشيء. إحنا يعني هذا الأمانة ما دام تطرقت لعرضهم، أتمنى عبر شاشة التلفزيون الشاهد إخواني قاعد يتابعونا، يا ليت المرشحين أعضاء مجلس الأمة تبتعدون عن تجريح في أهاليهم، الطعن في شرفهم، الطعن في أمور عائلية. صح، تبي تنتقده انتقد أداءه، انتقد شخصيته نفسه بنفسه. عدل، نمزح حق تويتر، بس تويتر والفيسبوك انت مثل ما انت شايف هو اللي سوى الازمات العالميه للشباب اللي صار بالوطن العربي ونحى عده رؤوس. دوره بالوقت الحالي قوي لتويتر، يعني تلاحظ انه تعرض افكارك وانجازاتك ايه؟ وافكارك كلها تكون يعني بالتويتر. بالتويتر في ردود؟ اكيد في ردود، هو شكل عام كمحطه عامه انت تطرح افكارك فيها، تشاركك فيها الشعب. في تجاوب يعني؟ في تجاوب. نعم، طبعا تستفيد من الخبرات، يمكن تنقصك خبره، يمكن واحد ثاني عنده بنفس الموضوع شيء يساعدك على الموضوع، فهي مع تجريم القانون في تويتر اللي السب والقذف الكلام. بالعكس، انا مع تجريم القانون، احنا سمعنا فيه بس ما ندري هل هو واقع صحيح. حاليا قاعد يدرسونه، حاليا واقع، بس ما شفنا فلان حولوه بسبب تجريحه لي كذا. حولوا، عندك اشخاص حولوهم لما تعرضوا للبحرين او تعرضوا حق اي سياسات خارجيه، في اشخاص تحولت من تويتر، ما ننكر هالشيء، وراحوا القضاء بسبب تويت او تغريده كتبها بتويتر. نعم، فحاليا القانون مطبق على تويتر. بالنسبه للموضه الان عندنا معارض من اجل معارضه فقط، وليس معارض لاجل المصلحه. نعم، النمو للبلد، لاقتصادنا، معمارنا، الامور اللي تهم بلدنا. ايش رايك بهالموضه هذه اللي موضه معارض؟ والله ما اقدر، انا مو متفق مع موضه معارض. انت تقعد تعارض باشياء تشوف مصلحه البلد، اقدر انا كوني او اي عضو انه يوصل المساله بدون انه يكون معارض دائم. انت معارض دائم، خلاص قول لنا شنو نقاطك، ليش معارض، شنو تبي نصلحه، عندك طرق، انت نائب تقدر توصل المجلس تطرح كل مشاكل اللي عندك، اما ما تكون معارض دائم. شنو تشوف نفسك بالفتره ان شاء الله اذا حالفك الحظ وفزت بالانتخابات، شنو تتوقع نفسك، راح تكون المعارض او حكومي؟ لا راح اكون مستغل في مصلحه الوطن، ما راح اكون لا معارض ولا محسوب على الحكومه. يعني تلاحظ ان المعارضه بالوقت الحالي مثلا تأخر المجلس وتؤدي إلى تهزيم المجلس ووقف القوانين. أنت شايف حال البلد، التنمية واقفة، عدة أمور واقفة بسبب التأزيم، شخصانية بالمجلس، صراعات. من اللي وصلنا لهنا يا أخوي أحمد؟ من اللي وصلنا هذا الطريق؟ التدخلات الخارجية، الكتل، الأجندات الخاصة. خارجية خارجية ولا خارجية خارج المجلس؟ لا، خارجية من خارج البلاد. منين وجهة نظرك؟ من عدة بلدان. وشنو مصلحهم انهم قاعد يسوون فينا هذا؟ على حسب، وهذول يعني يتبعونهم. عندك مثلا نظرات دينيه تكون عندهم، مثلا توحيد دين معين او ان تكون طائفه على طائفه، في عده امور اجهزت هالمسائل. شنو راي الشعب الكويتي بالموضوع هذا؟ هل الشعب الكويتي واعي ان في اجندات خارجيه بالوقت الحالي؟ بالعكس، الشعب الكويتي اكثر شعب واعي بالاجندات الخارجيه. لاحظت لك تصريح بالتويتر تقول فيه ان التنميه واقفه بالبلد، ليش يعني صرحت بالتصريح هذا؟ تنمية، إذا نبي نتكلم عن تنمية أهم شيء التنمية واقفة. أنت قد تشوف فساد بشكل مو طبيعي، خلينا نكون صريحين، كل
دول العالم، بس على الكفه الثانيه في تنميه. انا التنميه واقفه، والسبب شنو؟ ان احنا قاعد نمشي مصالح تجار معينين. اذا عندي شغله معينه افرضها بين تاجرين، احتار اعطيه حق اي تاجر عشان ارضي من مثل محسوبيه. ما اقطع كلامك اخوي احمد، حتى اذا رجعنا على التجار بالتويتر لك تصريح طالبت سن قوانين على التجار. صح، طالبت سن قوانين على التجار. شنو القوانين؟ انا كوني كمواطن حالي من حال الشعب، الشعب كله فيه مستويات، في مستويات تطالب ان تكون، في مستويات تطالب ان لما تزيدني تزيد الكوادر او تزيد مثلا الرواتب، حاول ان تحكم اسعار التجار، لان التجار ايش يصير؟ مساله طرديه، انت قاعد تزيدني زياده غلاء معيشه. بس من يوقف التاجر؟ اكيد وزاره التجاره لازم تسن قوانين. بس الحكومه عندنا ومعنى صح الوزراء المختصين ما يقدر يجابه هذا التاجر. السبب وين اعضاء مجلس الامه ما نسمع صوتهم؟ مو هذه محبات بالتجاره، بس سمعنا ان حتى اعضاء مجلس الامه يشتغلون عند التجار. صح، او من فئه التجار يمكن. هذا احنا قاعد نحاول نقضي عليه. يعني عمليه الاسعار، عمليه الـ 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 المحلات عندهم يعني بارتفاع. بارتفاع. صاحب السمو الامير الشيخ صباح الله يحفظه حفظ الله ورعاه، يطالب ان الكويت تكون مركز مالي وتجاري عالمي. هالشيء ما راح يتحقق الا لما احنا لما نقضي على هذول المحسوبيه والتمييز والعنصريه اللي صاير بالبلد. لان انا بشجع التجار ان يجون الكويت يستثمرون عشان انمو واقوي الاقتصاد عندي بالبلد. فالتاجر ما راح يجي الا لما يكون عنده شنو؟ تسهيلات. نعم. لما يجي يلقى واسطه ومحسوبيه ان انت قاعد تعطي حق تاجر معين غير عن تاجر ثاني، ما راح يجي البلد وراح يصير فيه نمو اقتصادي. طبعا عده عوامل غير حق المركز المالي والعالمي التجاري رغم الاميريه، لازم نرجع حق البنيه التحتيه، نرجع حق عده امور. طبعا البلد محتاج لها اصلاحات شامله كل شيء، محتاج لها خطه تنميه طويله المدى. ما نقول زحمه مرور مو قادرين يحلونها، وين تبيهم نوصلهم لمعالم الدول اللي قاعد تقدم؟ المرور ايش قصر المرور؟ مثلا عندك مثلا في الاجازات ليسن، اي واسطه تكون عندك معرفه تطلع ليسن حق شخص وافد مثلا. اوكي الشخص وافد على عيني وعلى راسي طلع ليسن، بس حطوا له شروط ان راتبه يكون 500 دينار، يكون جامعي. اما يصير ان الواسطه شو تصير؟ خلاص اي وافد قام يكسر القانون. اكيد القياديين، عشان شي لازم يكون رقابه على القياديين. القياديين وين تقصد؟ وزاره الداخليه نفسها؟ مو كلهم، بعضهم. طبعا احنا ما ننكر ان في واسطه، واذا انت ركزت على بجانب هالموضوع كمثال راح تلقى في وايد ناس ماخذين اجازات. احنا نلاحظ حتى في دبي، يمكن لو نروح دبي، ما نبي نقارن نفسنا بالدول الثانيه. صح. بس المقارنه الحين نحتاجها. لاحظ سووا جسر سالك وسووا طرق جديده، واحنا الكويت للحين يمكن طرق جديده ما لقيناها، يعني حتى المناطق الجديده قاعد تكثر، بس لكن طرق جديده ما لقينا، لا مخارج مثل الناس او مداخل للمناطق كمنطقه مثلا من الدائره الاولى. صح. عندك سلوه في بيان. اي نعم، وبيان احنا سوى الدائري الاول حاره واحده بس، وللحين يعني ما افتحوا. لو سياره توقف بنص الطريق ما حد يقدر يطوف، وللحين ما افتحوا. وما افتحوا لحد الحين. احنا بنتكلم من جانب هات، احنا قاعد نقول لك التنميه واقفه والزحامات مروريه، هذول علاجهم عندك في وايد طرق علاجيه لهم. احنا حاطين مجموعه من الحلول حق هالامور. عندك الصين بنت 15 دور باسبوع، اليابان حاشتها قنبله ذريه قديمه وحاشتها حاشه زلزال وبدت اعمار، واحنا دوار الشيرتون للحين ما خلص. والسبب شنو؟ المحسوبيه. جامعه الشداديه ما خلصت، استاذ جابر انشئ ما تم افتتاح رسمي، مستشفى جابر لازم نقضي. استاذ جابر اسمه الطرق، شنو اللي صار؟ مناقه اثرت عليه وتنفذ، متنفذ اشتغل فيها تحولت حق متنفذ ثاني وردت حق متنفذ الاولاني، وبالاخير طلعت الارضيه شنو؟ غير صالحه. وين التخطيط؟ هي اساسا بدايه عمليه اختيار موقع الاستاذ خطا. خطا اي طبعا. من المستفيد ومن الخسران من وقف التنميه الوقت هذا؟ متنفذين طبعا. نعم. متنفذين هم اكثر مستفيدين. وراهم مصالح؟ اكيد مصالحهم الشخصيه. نعم. الاموال قاعد تدخل الدوله. المال السياسي موجود في الدائره الاولى الانتخابات؟ المال السياسي موجود بجميع الدوائر الكويتيه. جميع الدوائر الكويتية. جميع الدوائر الكويتية طبعا الغرض منها شنو؟ تشتيت الأصوات، أو أنك تحاول أن تخلي أحد يخسر. ما شلون تصنف لي اللي بيع ذمته بالمال السياسي؟ اللي بيع ذمته كأنه بايع وطنه. أنت قاعد تصوت لأجل وطنك، إذا أنت بعت ذمتك وخذيت الفلوس الحرام تبي تعيش فيهم عيالك أو أي شيء كان راح تصرفهم، أنت بعت وطنك. أنت الحين كحركة شبابية طالبت بالإصلاح، طلعت للشارع، لجأت للشارع، نفذت مطالبك، تيجي الحين مجلس مرحلة انتقالية حاسمة في تاريخ الكويت، ترد مرة ثانية تبيع صوتك؟ أكيد راح يرد المجلس مرة ثانية نفس ما كان وأسوأ،
بعدين ما له داعي احنا نكلم الحكومه او احنا نجادل. يا احمد الشباب اللي بعمرك اي نعم ثقافتهم وين تلمستها؟ عاليه بعد الحراك، بعد الامور السياسيه، بعد التوجه والانحدار اللي شفناه من اعضاء مجلس الامه والحكومه السابقه؟ بالعكس، يمكن اللي احنا عندنا المواطن الكويتي يجهل عده امور في هذه المسائل السياسيه، بس حاليا بعد الصراعات وبعد الفساد وبعد ظهور الحقائق عده، الشعب كله اتجه الى وين؟ معرفه بالسياسه، حتى لو يكون ياخذ معلومات بسيطه بس انه يكون مثقف سياسيا. اول شيء احنا نطالب مثلا الدوله ان تحط لنا مثلا قناه تعرف القانون والدستور للمواطن، تكون قناه عامه للدوله عشان كل المواطنين يعرف شنو حقه في هذا. بس ما تلاحظ في مشكله اذا كل الكويت مثلا نقول تتكلم بالسياسه، ما تلاحظ ان فيها مشكله؟ لان تلاحظ في ناس تتجه الى مسار معين بالسياسه خاطئ عن مسار سياستنا بالكويت، ما تلاحظ الشغله هذه؟ لا بالعكس، هذا وعي. انت قد تعرف كل الامور اللي تدور في سياسه الدوله، لازم تكون واعي. هذا جزء من انت جزء من هالدوله، لازم تخاف على هالدوله. بحكم انك مخترع، الدوله شنو سوت لك لما سجلوك في الكتاب اللي او تكريم اللي بايطاليا عدل؟ اي بالمكسيك. بالمانيا. اي نعم. طبعا احنا مردينا بعد اختراعاتنا، طبعا قاعد اتكلم عن ايام التسعينات بالاخص 98، ما كان في دعم الا من تكريم صاحب سمو الامير راحل الشيخ جابر. ما حصلت دعم من شركات او بالعكس مؤسسات؟ بالعكس، ما حصلنا دعم من شركات او اي شيء كان يشجعنا. يعني الحكومه شنو سوت لك؟ ما في اي شيء صار، ما سالوا عنك. تمر عندهم مرور الكرام، الدول الاخرى اي شخص دول مخترع يقدرونه، يحترمونه، يعطونه ميزات، يهتمون فيه، يبون منه اكثر واكثر. احنا ربعنا هني خلاص يعني مثل ما انت عارف. هذا السبب اللي خلاك تشن هجوم على التجار؟ لا خاصة بالتويتر؟ لا لا لا، مو هذا السبب. لا مو هذا السبب. بحكم انك عضو بالنادي العلمي، شنو دور النادي العلمي؟ النادي العلمي يغرس حب العلم في الطلبة. طبعا النادي العلمي من مراحل من عمر 4 سنوات الى 18 سنة، يغرس فيهم حب العمل، التجارب العملية، يخليهم مطلعين. طبعا الطفل الكويتي يعتبر من الاطفال المبدعين، بس اذا انت وجهته في التوجيه الصحيح. واحنا قاعد نلاحظ اذا في التعليم الحكومي شلون يكون الطفل، وفي التعليم الخاص شلون يبرز الطفل بشكل مو طبيعي. زين، شنو شايف انت الدور الاعلام عندنا هني بالدولة متجه اتجاه صحيح، ينشئ نشأة صحيحة، ام يوجه اتجاهات اجندات خاصة لهم؟ بالنسبة للاعلام، المفروض القناة الكويتية للدولة تكون قناة قوية. طبعا انت عارف احنا بعصر التكنولوجيا وعدة قنوات، فاكيد في قناة راح يمتلكها كتلة معينة توضح للناس، تزرع افكارها، تزرع خلاص افكارهم. هذول الاعضاء احنا نبيهم، هذول نبي ننجحهم، هذول راح نبرزهم اعلاميا. فخلاص الشعب شنو؟ ينقاد الاعلام، يكون الاعلام الوسيلة القوية الحالية. شنو المطلوب من الحكومة بهالدور؟ بالموقف هذا خاصة بالاعلام هذا، شنو المطلوب؟ انا وزارة الاعلام عطت حق كل مرشح 3 دقائق مجانية اني اعرف عن برنامج انتخابي. وين هالثلاث دقائق؟ في التصريحات طلعت في الجرائد. 3 دقائق. 3 دقائق تكفي حق مرشح انه يحط اطروحاته؟ طبعا هي اكيد ما تكفي، بس يعني كبادره جيده كبدايه. لاول مره تصير؟ لاول مره تصير كبادره جيده، ان المرشح يبدا انه شنو؟ انه ما يكون عليه ضغوطات خارجيه، او مثلا في محطات تتطلب اشياء عشان تكون انت تقابل الشخص هذا نفسه. اخوي احمد بدر ملك مرشح الدائره الاولى، ابي برنامجك الانتخابي. برنامج الانتخابي اللي هو قلت برنامج الاصلاحي راح يتكلم عن عده امور. شنو راح تبي؟ خلينا نبتدي انا وياك اخوي احمد. دائرتكم شنو محتاجه؟ شنو نواقصها؟ صحه محتاجه تربيه، محتاجه اسكان. قصدك منطقتي بس؟ لا لا، الدائره الاولى. الدائره الاولى بشكل عام احتياجات الاساسيه لاي انسان، الصحه والاسكان والتربيه والتنميه. هذول الامور طبعا راح يقولون الكل يتطرق لهم برامج انتخابيه، بس احنا قاعد نقول برنامج اصلاحيه. بالنسبه للعزاب عندكم يعني بكثره عندكم العزاب دائرتكم؟ دائره؟ اي نعم. دائرة الاولى؟ اي نعم. تحدد لي مناطق ولا ما تحدد لي؟ طبعا العزاب كل مكان موجود. تحكي احمد على دائرتك الاولى. دائرة انا ما اخصص مناطق. اي نعم. طبعا اكيد العزاب لازم يكون لهم مناطق خاصه فيهم، انه ما تكون داخل، بس انا ما اتوقع انه في دائرة الاولى انه يكون في عزاب، لان احنا قاعد نشوف وين. ما عندك عشان تقعد تحدد لي منطقه فيها. ما عندكم عزاب؟ ما عندنا. لا ما اتوقع. ساميه مو دائرتكم؟ سالمي يمكن قصدك انه يكون نيد القار مدايرتكم؟ امبلا صح، امبلا صح. بعد اللي على البحر. اي بس قصدي انه ما يكون ساكن. انت تتكلم عن شنو؟ على الاسكان نفسه. انا تحكي على العزاب بمعنى اصح. عزاب
عزاب كلهم كانوا متواجدين طبعا. شلون متواجدين طبعا؟ احنا اذا انت ترجع